بصراحة كيجي روعة روعة روعة، والعدة فيه غزالة. السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنتشارك معكم الطريقه ديال التحضير بيني على شكل مثلثات بمقادير بسيطه، وكيجي بنين، فجربوه فانا متاكده غادي يعجبكم، فبقوا معي على بركه الله. وما تنسوش اخواتي الى عجبكم الفيديو فضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو، ونبداو دابا على بركه الله. ودابا على بركه الله نتعرفوا على المقادير ديال البيني. عندي 6 ديال الكؤوس ديال الطحين اي ما يعادل 600 غرام، 6 ديال الكؤوس ديال العنبه ممسوحين، وعندي نصف ملعقه صغيره ديال الملح، وعندي بيضه واحده، وملعقه صغيره من الخل، وكاسان من الحليب الدافي، وعندي 3 ديال المعالق ديال سكر سنيده، وعندي واحد شاسي فاني، ونصف شاسي ديال الخميره ديال الحلويات او البيكنج باودر، وعندي واحد ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، الخميره ديال الخبز، وملعقه كبيره ديال الزبده. ودابا نبداو على بركه الله. وناخذ ملعقه الكبيره ديال الخميره الفوريه، ونضيف عليها ملعقه ديال سكر سنيده، ونضيف الحليب الدافي، ونحركها ونوضعها على جنب باش تفاعل. صافي، ونبدا نخوي هاد الطحين اللي في الكاس، ونضيف النصف ديال الملعقه ديال الملح. صافي، ونضيف بيضه واحده، ونضيف ملعقه صغيره ديال الخل، وسكر سنيده، وملعقه كبيره ديال الزبده، فهي عندي بارده، فمن الاحسن تكون واخده درجه حراره المطبخ باش كتساعدكم في الخدمه. صافي، نبدا نخدم العناصر اللي عندي، ونضيف شاسي فاني، ونضيف نصف خميره ديال الحلويات، ونضيف الخميره فهي بدات كتفاعل، ونشلل الزلافة ديال الخميرة، ونحيد المعلقة، ونبدأ نجمع العجين مع إضافة الحليب الدافي. ونستمر نجمع العجين، فكي خصنا نعجنو العجين ديالنا مزيان وندلكوه. فالبيني بصراحة كيجي رائع. صافي، نجمع ونعجن، فأنا غنضيف جوج ديال الكؤوس ديال الحليب كاملة، ونكمل العجين بلا ما نطول الفيديو. صافي، كملت من الجمع ديال العجين كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام ديالو، كيبقى شوية كيتلاصق فهو طري. صافي، غنغطيه بلاستيك غذائي ونخليه يختمر. ودابا حبيباتي العجين اختمر وضعف الحجم ديالو. صافي، نحيد البلاستيك الغذائي. ونبدا نحيد الهواء، نخرجوا الهواء من العجين. صافي، نوضعو فوق سطح العمل. كيف ما كتشوفوا معايا العجين ديالنا كيكون شويه كيتلاصق. صافي، نقسمو على جوج. صافي، كنلولبو العجين ديالنا على جوج كرات. صافي، نردهم نوضعهم ونغطيهم ببلاستيك غذائي.
نخليهم واحد 10 ديال الدقائق ونرجع معاكم. صافي دابا نبدا على بركه الله، ناخذ واحد الكره من الكرات ديال العجين، ونرش واحد شويه ديال الطحين، وغنزيد نرش بشويه ديال الطحين. صافي ونبدا نبسط. الكره ديال العجين على شكل دائري كيف ما كتشوفوا معايا، العجين ديالنا معجون مزيان، مدلوك مزيان، فهو كيتنبل. صافي نشكلو على شكل كره، صافي نخلي الكره ديال العجين ترتاح واحد الدقيقه، عاد نبداو نقسموها على شكل مثلثات، وخليوكم معايا. صافي نبدا نقسم بالقطعه ديال البيتزا، غنقسم من النصف ونعاود نقسم من النصف. صافي ونقسم بهاد الطريقه باش نشكل مثلثات. صافي ونقسم. صافي ونبدا ناخذ ونحطهم باش يختمروا. صافي شكلت الكرات ديال العجين بجوج على شكل مثلثات ديال البيني. صافي غنغطيهم ونخليهم يختمروا يخمروا ونرجع معكم. صافي البيني خمر، فانا سخنت الزيت وبديت دابا كنقلي. صافي غنبدا نلوح الزيت سخون فوق البيني وهو كيتنفخ. صافي كيتحمر وكنقلبوه، بصراحه كيجي البيني رائع وبنين. صافي نستمر بنفس الطريقه، نبدا نطيب. صافي هذه طابت نحيدها. ونبقى مستمره بنفس الطريقه، نكمل الكميه كلها اللي عندي ونرجع معاكم. ودابا ساليت من القلي ديال البيني كيف ما كتشوفوا معايا، غنبدا ندهن بالكونفيتير اي المربى ديال المشمش اللي دائما كنقول لكم بانني انا اللي محضراه، فعندي فيديو في القناه. صافي ندهن البيني ديالي كامل، فالتزيين كيبقى لكم اختياري، ممكن تفندوه غير في سكر سنيده، ممكن تفندوه غير في سكر سنيده اولا تزينوه. انا دابا غنضيف عليه الكوك، صافي ونوضعها في الطبق ديال التقديم، وناخذ وحده اخرى. صراحه كيجي خفيف ولذيذ. ناخذ شويه ديال السكر كلاصي ونرشو فوق البيني. صافي نستمر بنفس الطريقه. صافي وحده نبقى ندهنها ونرشها بالكوك، والثانيه بسكر كلاصي او كاوكاو مهرمش او اللي متوفر عندكم او لا لوز ايفيري، المهم التزيين كيبقى لكم اختياري، اي حاجه متوفره عندكم تزينوا بها.
كيف ما كتشوفوا معايا بصراحه كيجي خفيف ومسفنج. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل النهائي اخواتي بعد ما ساليت من التزيين ديال البيني. فانا ذوبت شويه ديال الشوكولاط كالا ذوبته صافي وزينت به. بصراحه كيجي رائع، كيجي بيني خفيف وزوين. ودابا غنقسم معكم وحيده، بصراحه كيجي رائع. ها انتوما كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، بصراحه فهو كيستحق التجربه، كيجي خفيف ومسفنج ولذيذ ومقاديره بسيطه. واي استفسار واي تساؤل خليوه ليا في التعاليق. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالنا، فجربوه بصحتكم وراحتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.